بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. واحنا كنا قليل من الكثير، طبعا ما نجموش نقول لكم كل شيء لأن مش نضيعوا برشا وقت، لكن أنا نعطيكم إشارات باش تروا بالضبط برجي ومن لف لفهم، و كلاب بن علي اللي هو لا صلة له بسيدنا علي كرم الله وجهه إلى أن يتوب، فهذا أمر آخر. على كل حال لحد الآن والأمة الكرمية تسمون سوء العذاب وتأول انتساب إلى أمة واحدة إلى ما المؤمن أقوى، وأمة واحدة كما أراد الواحد سبحانه وتعالى، ثم يحطوها في مقام لوط. هذا مش قومين، هذا خاينين الوطن، وأنا اسمع المسلم شبكة مقكم، ولكن عندي تنبيه لينا سيقع فيكم، ويمكرون ويمكر الله والله خير مكينوك، شوية صبر صبيتة صبيتة شوية صبر، وتراون اللي كنت توهموه من نصر مطلق كما كنت يقري علينا، يصبح الأمر في دياركم الهم والغم والفرار واللجوء إلى الخارج، لعلكم تجدوا اعتراف عملتكم من طرف من كان مسبب في إغرائكم بالمال الحرام، وكذا وكذا، وبرا ثبت البنوك ماذا قالوا لكم وهم يكلفوا عليك هذا ما يسلموش المال، يوم كان عندك حساب بنكي ما شاء الله. حنا البنوك هي أداة استعمارية وأداة صهيونية لضعف الأمة ولضعف المغفلين، وهم كثرة في هذا العالم الخبيث، ويزاد خبث هو أن يتحرك آل الصهيون بكل خبث، كما ربما جريت بريتن توما كان ما عندهاش أسلحة نووية، ممكن تقول ما عندهاش، لكن لا، احنا نعرفهم كذابة، وهم ربما أول الناس اللي سبقوا مع الألمان في اختراع القنبلة الذرية اللي موصلوش الماء إلى منتهى باش يستعملوها ضد أعدائهم المتكتفين بما فيهم الأمريكان. على كل حال الأمريكان استغل الفرصة، ربما لأن الألمان محبش توصل الأمور إلى المستوى ذايا للتدمير الشامل، فسبقت مكان مكان في اليمن. قال شنو؟ الأمريكان الظلام الفاسدون في مقامهم باش يبروا عملهم الشنيع هذا، قالوا باش نوقفوا الحرب، في وراء اليابان اللي احنا عندنا طاقة تدميرية لم يعهدوها من قبل، فيفشلوا الفشل هذاك سيعدي الألماني قاعدين يدمروا فيه بدون رحمة ولا شبكة، والحديث يطول ولا فايدة في التعمق في الموضوع. نعود إن شاء الله.